Hello guys and welcome back to my channel. اليوم جبت لكم قراتان بالسلق خفيف وبنين وبزاف سهل. ما نطولش عليكم نبداو في لا بريباراسيون. اول حاجه نبداو بها انا هنا درت زوج بصلات متوسطين مقطعين نقليوهم لمده 5 دقائق على نار تكون متوسطه. بعد ما يذبلنا البصل نزيدو عليه امبلون بولي يكون شويه كبير، انا قطعته دي مورسو صغار. نطيب كلشي على نار تكون متوسطة. نبداو نزيدو السلق، انا هنا غسلته وقطعته وما غليتوش في الماء من قبل. كي نكملو نغطيوه كامل ونخليوه يطيب على نار تكون متوسطة حتى يذبل. نبداو نوجدو لابيشاميل، انا هنا ذوبت مغرفة كبيرة زبدة، زدت لها زوج مغارف كبار فرينة وبديت نزيد الحليب يكون سخون غير بشوية، نحركو حتى يثقال. كي نشوفوها بدات تثقال نزيدو لها شوية موتزاريلا، شوية فلفل كحل وقرصة ملح وزوج سنينات ثوم. هنا كي طيبنا الدجاج مع السلق ما درنالوش لي زيبيس وما درنالوش الملح، دوكا نزيدو له زوج سنينات ثوم، شويه ملح، كمون وشويه فلفل كحل. نبداو نوجدو لو غراتان تاعنا، انا هنا درت بطاطا مقليه من تحت، الخليط تاع الدجاج والسلق، نزيدو عليه كوش واحد اخرى تاع البطاطا، نفرغو عليه لا بيشاميل، نحاول ندخلو كامل لا بيشاميل من الداخل، ندخلوه للفرن على 170 حتى 180 درجه لمده 20 دقيقه. كي يطيب لنا نحيوه ونزيدو له موتزاريلا من الفوق.
هذا هو الشكل النهائي للقراتان تاعنا اللي وجدناه اليوم مع بعض. نتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو واحد اخرى ان شاء الله.